عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المعصومين المظلومين الشهداء. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا مولاي يا ابن رسول سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين، ما خاب من تمسك بكم. أمن سيدي يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. لو لم يكن لك من ضباك قوادم ما حلقت للعز فيك عزائم. العز عذب مطعما لكنه حفت جناه لهازم وصوارم. يا ابن الفتى بالذل دار معيشة، والذل للمجد المؤسل من قد نمته للمكارم هاشم. شهم أبا إلا الحفائظ شيمة، فنحى العلا والمكرمات سلالم. بطل تورث من بني عمرو العلا حزما يذل السبط عنه نائبا، وحسام حق للشقاء هو حاسم. مذ قال لما أرسلت جند الشقاء كتبا لها قلم الضلالة راقم. أرسلت أكبر أهل بيتي
أرسلت أكبر أهل بيتي فيكم حكما وفي فصل القضاء هو حاكم. فأتى ليثبت سنة الهادي على علن وتمحى في هداه مظالم. قد بايعته ومضت شيطانها خفت إليه ودمعها متزاحم. فانصاع مسلم في الأزقة مفردا متلذذا لم يتبعه مسايم. قد بات ليلته بأطراف الردى وعليه حامة من المنية حائم. صعد مسلم والدمع يجري من العين والجهب والهيئة للحجاز خاطب حسين. يا حسين أنا مجتول ردوا لا تجوني خان والكوفة عقب ما بايعوني. وللهاجر ابن زياد كلهم أسلموني. مفروض وانتو يا أهلي عني بعيدين. يا ليت هالدم الذي يجري على القاع مسفوك بين يديك يا مكسور الأضلاع. يا حيث منك ما احتضيت بساعة وداع بيني وبينك يا عزيزي فرق البين. صاح ادع ابن زياد بيهم لا تمهلوه بالعدل من فوق القصر للقاع ذبوه. قطعه كريمه والجسد بالحبل سحبه بالحبل ما بين الملأ وفجعه الدين. وصف الجسد ذبوه من قصر الاماره ويزيد برض الشام راحت له بشاره. وجاني ترجع حسين وانقطعت اخباري. وزينب تقل اش خبر مسلم يا ضي العين. يا حسين مسلم ما لفت من مكاتيم شو السبب ما يطرش خبر نفهم الترتيب. والله من الكوفة يا خويا قلبي مريب. ذبحوا علي وخانوا بعهد الحسن يا حسين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول.
واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون. امنا بالله صدق الله العلي العظيم. يقول الإمام الصادق سلام الله عليه: لذة النداء أذهب عناء العبادة. يعني الله لما يخاطب المؤمنين، شايف أنت إذا عندك حبيب يخاطبك كيف تتلذذ بسماع صوته؟ الله تبارك وتعالى يخاطب عباده المؤمنين، ولذلك من الناحية الشرعية والاستحبابية أن الإنسان كلما قرأ يا أيها الذين آمنوا يقول لبيك اللهم ربنا، يعني يستحب هكذا إذا قرأت الآية يا أيها الذين آمنوا يقول لبيك اللهم ربنا، لأن الله يخاطبك، الله يناديك. فإذا أكو بالعبادة عناء، إذا أكو بالعبادة مشقة، تذهب هذه المشقة ويذهب هذا العناء بسبب التلذذ بالنداء بالخطاب. على كل الآية الكريمة تقول يا أيها الذين آمنوا، هذا خطاب وفي نفس الوقت نداء من الله عز وجل لعباده المؤمنين. من بعد هذا النداء وهذا الخطاب أمر من الله عز وجل، لأن القرآن الكريم مشتمل على الأوامر على النواهي، وطبعا الأوامر والنواهي تابعة للمصالح والمفاسد. يعني أي أمر يرد من الله عز وجل عباده بمصلحة، أي نهي يصدر من الله عز وجل عباده فيه مضرة. الآية الكريمة شو تقول؟ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله، استجيبوا لله بعد وللرسول، لأن في أغلب الأحيان في أغلب الموارد الآيات القرآنية تقرن طاعة الرسول بطاعة الله تبارك وتعالى. والذي يفعله الرسول صلى الله عليه وآله يجب على الأمة أن تمتثل ما جاءكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هم هذول الذي في زمن الرسول صلى الله عليه وآله عدلين لو ميتين، طبعا عدلين مو ميتين. الآية الكريمة تقول لما يحييكم، الله يريد حياتكم، الرسول يريد حياتكم. أي حياة يريدها الله والرسول؟ حياة المثلى، الحياة الفضلى. لأن إذا ما يعيش الإنسان حياة مثلى وفضلى يسموه ميت. الموت أفضل له من الحياة. ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. هذا ميت، هذا مو حي. والحياة التي تنحوها الآية وتهدف لها الآية الحياة
يعني تعيش هنا حي بكل ما لكلمة الحياة من معنى، يعني تعيش في رفاهية في طمأنينة، وكذلك في الآخرة تعيش في رفاهية وطمأنينة. طبعا الحياة الآخرة مقدمة على الحياة، لأن ذيك خالدة وهاي ثانية، لكن هاي الثانية هم الله ما يريد للإنسان أن يعيش فيها مكبوحا بجناحه، يعني من الناحية السلوكية، يعني من الناحية العملية، يعني من الناحية الاقتصادية، يريد أن يعيش حر. الواقع أنه من تتبع آية القرآن الكريم وتدبرها يجد وراءها مقسما مشتركا وإطارا عاما. هذا الإطار العام يربط بين قواعد القرآن ومبادئ القرآن وبين سور القرآن وآيات القرآن. هذا الإطار العام هو أن يحيا الناس، كل الناس، يعني بلا فرق بين الأسود والأبيض، بين الذكر والأنثى، بين الحر والعبد، أن يحيا الناس، كل الناس، حياة طيبة. الدعوة، دعوة الله ودعوة الرسول صلى الله عليه وآله إلى الحياة لها أسلوب خاص ولها نظام خاص ولها ركائز تقوم عليها، يعني ترتكز عليها. طبعا الأسلوب الخاص الله سبحانه وتعالى حدده لنبيه محمد. صلى الله عليه وآله وسلم، فقال جل عظمته: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. المراد من الحكمة والموعظة الحسنة أن يخاطب القلوب، أن يخاطب العقول، ويعرض عليهم بدائع المخلوقات وعجائب الكائنات. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. بعد شنو مأمور الرسول صلى الله عليه وآله؟ كن يعرض عليهم أو يضرب لهم الأمثال من الأمم السالفة، كما فعل شعيب عليه السلام: يا قوم لا يجرمنكم شقاقي إني أخاف أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. فإن أصروا على العناد تركهم وشأنهم حيث لا مزيد من البراهين والبينات. خلص يا محمد، لا تهدي من أحببت. هذا تعليم لنا، تجي إلى إنسان تدلنا على الطريق، تقول له هذا الطريق معبد، تفضل سير على الطريق. يعني عندك تقول له الطريق واضح، حط طريق سير عليه. عندك وهكذا تركه، بلغت الرسالة، أديت الرسالة، خلاص أديت ما وجب عليك، لست عليهم بمسيطر. قلنا: من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. تتعب نفسك وياهم ليش؟ خلاص أديت الرسالة.
حيث لا مزيد من الآيات من البراهين من البينات، فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. الفئة اللي وياي هم على طريقتي، فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. هذا بالنسبة إلى أسلوب الدعوة. بالنسبة إلى الركائز التي ترتكز عليها الدعوة، اتلو عليك منها شيئا، ولضيق الوقت أنا ما أقدر أتوسع. اتلو عليك شيئا منها. أولا، أن الإنسان لم يوجد صدفة ومن غير قصد. يعني يتصور الإنسان الله أوجده مثل ما يقولون الملحدون، والملحدون ما يعترفون ما يقرون، لكن من باب المثال يقول إجوا من غير قصد، من غير هدف يعني. وهذا حتى البهائم تتكلم به، عقول جامدة، عقول متحجرة. هم يدعون أنهم عقلاء، ولكنهم في الحقيقة والواقع فقاعة صابون بعيدين عن العقل. الإنسان لم يوجد من غير هدف وقصد، والله خلقكم ثم يتوفاكم. ليش يعني يخلقنا ويتوفانا؟ ليش؟ من دون هدف، من دون قصد يعني. ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني ليعرفون. لأن العبادة تجي من بعد المعرفة. أول تعرف أن لك خالق بارئ مصور، وبعدين تعبده. هذا أولا. ثانيا، أن الله عز وجل لم يترك الإنسان سدى، بل اختط له طريقا لا يجوز له أن يتخطاه أو يتعداه. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى. هاي اثنين. ثالثا، صيانة الأمن والنظام. شلون يعني يا أخي؟ الكون كله منظم، ماكو بي ذرة من الذرات، من الذرة يقولون إلى المجرة، من الذرة إلى المجرة تنظيم. الإنسان كائن من هذه الكائنات، ينظم نفسه وينسجم مع الحياة، مع الكون. صيانة الأمن والنظام، فمن أخل بالنظام وسعى في الأرض فسادا تعرض للعقوبة الصارمة. العقوبة في الدنيا وفي الآخرة أيضا، مو بس في الدنيا. اسمع شو يقول القرآن الكريم: إن الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك جزاء، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخر عذاب عظيم. ولو يا أخي الإنسان يعاقب في هذه الحياة تنتهي المشكلة لكان الأمر أهون.
لكن لا، عقوبة في الدنيا وعذاب في الآخرة. رابعاً، أن صيانة الأمن والنظام لا تتحقق ولن تتحقق ما لم يكن الإنسان أميناً على نفسه وكرامته، لأن المجتمع الصالح يا أخي في منطق القرآن الكريم هو المجتمع الذي يخلو من أي بذرة من بوادر الشر والفساد، هذا المجتمع الصالح في منطقة القرآن. ومن قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. شوف يا أخي الإنسان الآن، يا أخي البشرية تباد، البشرية مو إنسان واحد، تباد البشرية بالطائرات بالصواريخ بالبلدوزرات، كل شيء. قيمة الإنسان قيمة كلب، أليس كذلك؟ شوف القوى الكبرى شو تسوي لنزوة من نزواتها، للسيطرة للهيمنة، هذا هو الإنسان، هذا الذي يريد يدبر الكون، هذا الذي يريد يصلح في الكون، يصلح المجتمع، يحيي الناس حياة طيبة، يعيث في الأرض فساد، شيوخ وأطفال ونساء كبار صغار أبدا مقاتل، بشرية ولا متحرك أبدا، ما يتحرك الضمير الإنساني، لأن ماتت الإنسانية وانخرقت في ضمائر الناس، انتهى كل شيء، لا على صعيد رسمي ولا على صعيد شعبي. ولو أنك أردت أن تتحرك شعبيا ستجد من يقف أمامك ويكبح جماحك، بس هذا العاقل يفهم يا أخي، العاقل يفهم، سواء كانت قوى كبرى أو قوى صغرى. المجتمع في منطق القرآن، المجتمع الصالح هو الذي يخلو من بذرة فساد أو شر. من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. شلون أنا لما أقتل واحد أقتل الإنسانية، ولما أحيي واحد أحيي الإنسانية، شلون يعني؟ قالوا لأن الإنسانية تتحقق في كل فرد كتحققها في جميع الأفراد بكاملها، فمن أحسن إلى إنسان فقد أحسن إليها، ومن أساء إلى إنسان فقد أساء إليها كذلك. وقوله تعالى من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض إشارة إلى أن الإنسان له كرامته، والإنسان له احترامه، وأنه في حرم محرم حتى يرفع هاي الحرمة، يعني هو ينتهك حرمة نفسه. أضرب لك مثال، مثلا الإنسان محترم لكن خلي يمد يده على شيء ويسرقه، يقوم بجريمة ما يسرق شيء، إذا سرق هذه اليد شكثر قيمتها شرعا؟ شاعر يقول يد بخمس معين، 500 دينار ذهب قيمتها، إذا سرقت شنو قيمتها؟ ربع دينار يقطعوها،
يد بخمس مئين عسدد شريت، ما بالها قطعت في ربع دينار؟ قال له، خاطبه، قال له: ذل الأمانة أو عز الأمانة أغلاها وأرخصها، ذل الخيانة، فافهم حكمة البائع. يقول له هاي اليد لما كانت أمينة قيمتها 500 دينار ذهب، لكن لما خانت قيمتها صار ربع دينار، يعني سرق شيئا من حرز، ربع دينار من حرز، تقطع يده طبعا من مفصل أصول الأصابع على مدى بال البيت، عليهم أفضل الصلاة والسلام. خامسا، أن العلاقات القائمة بين الناس على أساس حصانة الكرامة من غير فرق، بين ذكر وأنثى، بين غني وفقير، بين أسود وأبيض، لأن الله تبارك وتعالى أقر هذه الحقيقة، فقال تعالى بأوجز عبارة، فقال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. شوف الآية الكريمة قالت على كثير ممن خلقنا، يعني مو على كل الذي احنا خلقناهم. ولهذا الآن العلماء يقولون لعله في الوجود عالم أفضل من عالمنا الآن حاليا، يعني احنا وين وصلنا وماذا اكتشفنا؟ كل ما اكتشفه العلم قليل ونادر جدا. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. سادسا، أن الإيمان بالله وبنبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وباليوم الآخر ليس مجرد شعار يرفعه القرآن. الإيمان بالله، هاي الأصول الثلاثة التي تقوم عليها الشرائع السماوية كلها، سواء كانت شريعة عيسى، موسى، إبراهيم، محمد صلى الله عليه وآله، لأن الشرائع السماوية شرائع أولي العزم خمسة: نوح بن لمكة، والخليل بن تارخ، وعيسى، وموسى، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ليست مجرد شعار يرفعه القرآن، بل أن كل أصل من أصول يعني أصول القرآن، وكل فرع من فروعه، وكل حكم من أحكامه يرتبط بثمرات وحقائق. هاي الثمرات والحقائق تتمثل في إيش؟ في الخلق الكريم، تتمثل في العمل الصالح. ولذلك الله تبارك وتعالى قرن الآيات الكريمة، قرن الإيمان به بالعمل الصالح. إيمان من دون عمل صالح مش إيمان، ما له معنى. ولهذا عندما تقرأ الآية الكريمة: الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ويبشر المؤمنين الذين يعملون إيه؟ الصالحات. فكل آية يذكر فيها، أو أغلب الآيات التي يذكر فيها الإيمان، العمل الصالح مقرون به. تؤمن بالله كعمل صالح وهي الإيمان، تؤمن بالله من دون عمل
مثل الذي يضرب من دون وتر، يضرب من دون وتر، يرمي من غير سهم. شو الفائدة؟ تقول الله موجود، أؤمن بالقرآن، أؤمن بالإسلام، ولكني ذاك البعيد بعيدا عن الإسلام عن القرآن. شو الفائدة؟ هذه حالة البعض من الناس. تقول له يا أخي ليش أنت ما تصلي؟ قال أنا قلبي نظيف، قلبه نظيف، صلاة ما يصلي. تقول له ليش ما تصلي؟ يقول قلبي نظيف. إذا قلبك نظيف وصلاة ماكو وصيام ماكو وعبادة ماكو، شنو النظافة؟ هاي نظافة لو كثافة. فالإيمان بالله عز وجل يرتبط بالعمل الصالح. نبوة محمد صلى الله عليه وآله إيمان، يعني الذي يؤمن بنبوة محمد يؤمن بالإنسانية. شلون يؤمن بالإنسانية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للناس. يعني أنت إذا صار عندك منصب، إذا صار عندك مركز، هذول إخوانك، هذول أبناء نوعك، هذول أبناء جلدتك، لتترفع عليهم. ليس لك منصبك أنك أعلى منهم. أنت من الذي جاء بك في هذا المنصب؟ أليس الناس هم الذين أتوا بك؟ تخبر فلان ودوه إلى المكان الفلاني، المركز الفلاني، تخبر صار في المكان الفلاني، راح حوله الناس، وإذا هو لا، أنا ما أعرفك، منين إجيت أنت؟ تصير رحمة للناس. وما أرسلناك إلا رحمة للناس. أما دخول الجنة فيرتبط بالجهاد وبالعمل الصالح في هذه الحياة. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وهكذا يا أخي يرسم القرآن أو يرسم الإسلام الطريق الإيجابية لبلوغ مقاصده وللدعوة التي ولاستجابة الدعوة التي أشار إليها القرآن. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله، هذا هو بحثنا، هذا ما بدأنا به. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فكل دعوة لا تمت إلى الحياة الطيبة بصلة فليست من الدين ولا من الإسلام في شيء. واحد يدعو والدعوة ما تمثل الإسلام بصلة، ما لها مساس بالإسلام، يدعي أنها، يعني أكو بعضهم ترى يصبغ دعوته بثوب دينية، بعضهم أصحاب الأغراض أصحاب الأهداف يصبغ. ولهذا احنا نحذر، وسيأتي ما يأتي، وسيتلبس من يتلبس بثوب الدين. هو بعيد عن الدين الآن، ما عنده كل شيء، ما عنده لا ماتم ولا مصلى ولا مسجد، باكر يصير في المصلى في الماتم وأمام الناس، رشحوني يا ناس، أليس كذلك؟ الدعوة تنصبغ، يصبغها بثوب من ثياب الدين ويتلبس بالدينيين وهو ليس منهم، حتى إذا قضى غرضه وانتهى كل شيء وحقق هدفه.
فمن ادعى بهذه الدعوة ونسبها إلى الدين فالدين براء، وهو يفتري كذبا على الدين. لكن يا أخي مع الأسف الناس تأتيهم دعوات دينية خالصة محضة، يفرون من عندها، يتملصون من عندها. وهذا مو جديد على الناس يا أخي، ما أشبه القمر بالشمس وما أشبه البارحة بالأمس. تملصوا الناس من دعوة الرسول ومن دعوة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، وقفزوا الغير، خلوا الغير يقفزون إلى مناصب أهل البيت، أليس كذلك؟ قفزوا الناس وانت تعرفهم، قفزوا إلى مناصب أهل البيت، مهازل الأقدار، سخريات الدنيا تسلط على الناس ظلمة التاريخ كمعاوية ويزيد. الدعوة الإمام الحسين سلام الله عليه يقول لهم أدعوكم إلى سبيل الرشاد، يرسل لهم سفير من عنده، يرسل لهم نائب يقوم مقامه، والرائد لا يكذب أهله، والرسول دليل عقل المرسل. شوف سووا به، خبصوا روحهم، تحركوا كما تحركوا في زمن عمر بن الخطاب، كما تحركوا في زمن علي، كما تحركوا في زمن الحسن، وكل الحركات باءت بالفشل. وكان لأهل البيت عتاب في صدورهم، عتاب مع أهل الكوفة، لكن حسن استقبالهم لمسلم لسفير الحسين كفر كل ذنب ومحى كل عتاب. ولذلك مسلم كتب للإمام الحسين بن علي عليه الصلاة والسلام بإقبال العامة وإخلاص الخاصة، نادمين على ما فرطوا في جنب البيت الهاشمي الذي كان سلطانه أنفع لدينهم ودنياهم. لا ينقضي العجب من خيبة أهل الكوفة إلا بعد التدبر في أسبابها وأسرارها. إذ باغت ابن زياد الكوفيين بزي الفسيح، حتى نزل في دار بين حامية مستقرة مستعدة، أخذ في قبضته في ليلته السلاح، وفرق على الدوائر المهمة من يتجامل لا يتجاهر بمعية مسلم، واستوظف آخرين، واختفى أكثر المتهمين في زوايا البيوت، ونفى العاملين لمعونة مسلم من بلده، وزج في السجن أمثال المختار بن أبي عبيدة الثقفي وسليمان بن صرد الخزاعي ومسيب بن نجبة وفلان فلان، ذول الشخصيات ذبهم بالسجون. وما مضت إلا برهة وإذا بمسلم وهاني يجران من أرجلهما في السجن. يقول صاحب البحار على الله مقامه يروي عن عبد الله بن سليمان والمنذر بن المشمعل الأسديين، يقول لما قضينا حلنا ومناسكنا لم تكن عندنا همة إلا اللحاق بالحسين بن علي لننظر ماذا يفعل الحسين. فالتحقنا بالحسين بن علي بزرود، وإذا برجل من أهل الكوفة متقلد سيف متنكب رمح، رأى الحسين عدل عن الطريق، ما يريد يشوف الحسين، ما يريد يخبر الحسين، فعدلنا إليه، سلمنا عليه، رد علينا السلام. عادة العراقيون هالشكل، كل واحد ينتسب للثاني، منو أنت؟ يقول له منو أنت؟ فينتسبون لبعضهم البعض. من أنت؟ قال أسدي. قلنا ونحن أسديان، بكر ابن فلان، فإحنا فلان بن فلان، ما وراءك وأنت جاي من الكوفة؟ شكو عندك من خبر جديد؟
قال ما خرجت من الكوفة حتى قتل مسلم ابن عقيل وهاني ابن عروة ونظرت إليهما يجران من أرجلهما في السوق. إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول عدلنا عنا جئنا الإمام الحسين، الحسين عليه الصلاة والسلام وصل إلى الثعلبية، رواية ثانية إلى الزبالة، مناطق معروفة بالعراق معروفة. الحسين بأبي وأمي كان يسير على تأود، عند أطفال، عند حرين، 222 بين صغار وكبار، ذكور وإناث وإماء وأحرار، هذا العدد الذي ويا الحسين سلام الله عليه. يقول وصلنا للحسين سلمنا عليه، أبا عبد الله أرأيت الراكب الذي نظرت إليه عشية أمس؟ قال بلى وقد أردت مسألته. قلنا قد كفيناك مسألته، إنه ذو عقل وذو رأي وذو صدق أشدي من عدنا. أكو عدنا خبر نريد نخبرك به، خبر نريد نخبرك به، فهل تسمح لنا أن نخبرك؟ لو أكو حرج. نظر الإمام الحسين سلام الله عليه يقول إلينا وإلى القوم، قال ما بين ما دون هؤلاء القوم سرا، هذول أهل بيتي، هذول الملتصقين بي وأنا ملتصق بيهم، هذول دمي ولحمي وعظمي. تفضلوا تفضل احشي. قلنا أبا عبد الله يخبرنا هذا الراكب من أهل الكوفة، يقول ما خرج من الكوفة حتى نظر إلى مسلم ابن عقيل وآل ابن عروة يجران من أرجلهما السوق. يقول الحسين ما زاد على قوله إنا لله. شوف النفس الكبيرة يا أخي، شوف القلب الكبير يا أخي، شوف القلب النابض للأمة، شوف الرأس الذي يحمل هموم الأمة وآلامها. إنا لله وإنا إليه راجعون. قلنا أبا عبد الله ننشدك الله إن لم صرت، ما أكو لك شيعة بالكوفة ترى، كلهم عليك، قلوبنا معك، سيوفنا عليك، هذا الشعار. احنا هم هالشكل، الموقف هم قلوبنا عليك، قلوبنا معك، نخشى الموت. وقد مرت التجارب، سيوفنا عليهم وقلوبنا معهم. على اي حال الحسين التفت الى آل عقيل، قال لهم ما ترون؟ قالوا يا ابا عبد الله لا نرجع، قتل مسلم، المسلم قتل. قال لا، قالوا لا نرجع حتى نصيب ثارنا او نقتل. الإمام قال كلمته الخالدة، لا خير في العيش بعد هؤلاء، الحياة بعد هذول ما لها قيمة. لكن نهض الإمام الحسين وجاء إلى الخيمة، أكو بنت إلى مسلم اسمها عاتكة كما يقولون، إلها من العمر 11 سنة، الرواية الثانية تقول 7 سنين، أمها أم كلثوم أو رقية ابنة علي بن أبي طالب عليه السلام. عاتكة هي التي سحكت بالخيل في اليوم العاشر من المحرم. جاء الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام ليعزز البنت، جاءت بها الحوراء زينب اجلسها في حجره، مر بيده الشريف على رأسها، استشعرت البنت
عرفت أن هذه عملية أيتام، يعني يفعل بالأيتام الشكل، فتحت عينها صاحت نور عيني، هل أصيب والدي بشيء؟ مسلم قتل، أشوفك تفعل بما تفعل بالأيتام. طبعا الحسين بأبي وأمي والأيتام هلت مدامع، قال لها بني أنا أبوك، بناتي أخواتك. أخذت البنت تضطرب في حجر الحسين، قال أخي زينب ما لي ولهذه البنت، كلما قلت لها أنا أبوك وبناتي أخواتك وهي لا تسكت. قالت نور عيني إنها خائفة أنها أصبحت يتيمة من أبيها وتمسي يتيمة منك، لم يبكها عدم الوثوق بعمها، كلا ولا الوجد المبرح فيها، لكنها تبكي مخافة أنها تمسي يتيمة عمها. وأبيها لما ارتفع الصوت من تلك اليتيمة ارتفعت الأصوات من اليتامى والأطفال وضيعتا ومسلما. خوالد قل لي بوي بوي اللي قلبي كسرت يا غريب الغاضري، مثل اليتامى تمسح بكفك علي، بمسحك على راسي تركت القلب ذايب. هذا يا عمي من علامات المصايب، روعت قلبي حيف ابويا بسفر غايب، طول الغيبة يعودها الله بعدل. قالها يا بنتي والدك ما ظنت يعود، شفقة الطفلة شفقة الطفلة وتنتحب وبروح حد جود. ونادت يا عمي لا تفاول بالمنية، سافر عساه يعود لي بالسلامة، واجلس بحجرة وينشرح صدري بكلامه، يا شنه سمعت عن والدي حلو الجهامة. قالها يا بنتي غابت عنك بطيء، شكو ايش عندك من خبر؟ قال جاني الخبر عن حال مسلم يا حزينة، يقولون من قصر الأمارة، اقرأ وياي ها، العمارة ذابين، وبالحبل بالأسواق جسمه يسحبون، وراس المطهر راح للطاغي ولمسلم بنت يكاد حياتها. يا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد، إلهي تقبل منا الأعمال، بلغنا الآمال، أصلح لنا في الدارين الأحوال، اللهم انصر الإسلام وأهله، وأذل الكفر والكافرين، واجعل كلمة الذين آمنوا هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. اللهم احفظ جماعتنا الحاضرين فردا فردا، المسببون والمؤسسون
في أنفسهم وعيالهم وأقاربهم ومتعلقيهم ومن تحوطه عنايتهم لأمواتهم وأمواتكم وأمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات على محمد.